مرحبا بكم من جديد على قناة انفيزيت ماني اونلاين. في الفيديو ده معانا مراجعة لموقع استثمار. الموقع ده بقاله 252 يوم، اسم الموقع ديكسو. الموقع تقدر تستثمر بمحفظة البير او البرفكت ماني او بعملة البيتكوين او عملة اللايتكوين. الموقع يعتبر هو شركة استثمارية تسويق عقاري. الموقع هنا بيدينا 7% لمدة 5 ايام. طريقة التسجيل بنضغط على كلمة ريجستر من فوق هنا ونبدأ نسجل بياناتنا في الموقع. هنا بتكتب اسمك الأول، هنا اسمك الأخير، بعد كده هنا الإيميل بتاعك، هنا بتعيد الإيميل، بعد كده هنا باسورد بتعيد الباسورد، بعد كده هنا ده لو رابط الحالة بتاع الشخص اللي دعاك بيبقى هنا موجود هنا. بعد كده هنا بتضغط على كلمة أظهر من هنا وتضغط على كلمة complete register. بعد تسجيل الحساب في الموقع بتروح على الايميل بتاعك، بيبقى فيه رسالة تفعيل، زي دي كده، بتضغط عليها بيوجهك للصفحة بتاعتك اللي انت تقدر تسجل، بتدخل الايميل بتاعك والباسورد اللي انت سجلت بيه في الموقع. بعد كده هنا لو عايز تأمن حسابك بالتو اف ايه بتروح على كلمة سيتنج من هنا وتبدأ هنا تعدل بياناتك وتدخل المحافظ بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها، اللي انت هتسحب عليها، اللي هي هنا سواء بيرفكت ماني او بير او بيتكوين او اثيريوم او عملة اللايتكوين. لو عايز برضو تغير الباسورد من هنا تقدر تغيره. بعد كده هنا برضو التو اف اي بتضغط على كلمة تو اف اي وبيبقى معاك تحميل برنامج تو اف اي. بتبدأ هنا تاخد سكرين شوت للعلامة دي وتبدأ هنا تأمن حسابك. بيطلب منك كود بتحطه هنا وتضغط على كلمة كومبليت او انتر من هنا، بيبدأ هنا يحفظ. بعد كده بتروح للأكاونت بتاعك وتبدأ هنا بقى تستثمر في الموقع ده. بتروح على كلمة ميك اديبوزيت من هنا او ميك انفيزيت. الموقع ليه خطتين للاستثمار زي ما هنا هنشوف. الخطة الاولى بتدينا هنا 7% عائد لمدة 5 ايام، الحد الادنى للاستثمار 25 دولار، والحد الاقصى 100,000 دولار. دي الخطة الاولى. الخطة التانية الحد الادنى للاستثمار فيها 50 دولار، بتدينا عائد ربح 10% خلال 30 يوم، بتدينا 10% خلال 30 يوم. الحد الادنى 50 دولار والحد الاقصى 10 مليون دولار. انا مثلا هستخدم الخطة اللي هي الحد الادنى فيها 25 دولار، بضغط عليها هنا. مثلا لو عايز استثمر 50 بضغط على كلمة 50، لو عايز استثمر 1000 بضغط على كلمة 1000. هنا بيديك عائد الربح بتاعك. انا مثلا هستثمر 100 دولار، فانا بضغط على 100 هنا وبضغط على كلمة ميك انفيزيت، بيحولني للخطة اللي انا هستثمر فيها ويديني تفاصيل الخطة اللي انا هستثمر فيها زي ما هنا شايفين. بعد كده بضغط على كلمة كونكت من هنا، بينقلني للمحفظة اللي انا هستثمر بيها، محفظة البرفكت ماني اللي انا اخترتها. بعد كده بضغط على كلمة ميك بيمنت، وبعد كده بيدخلني على رصيد حسابي في المحفظة وببتدي اودع في الموقع. بعد استثمار بتلاقي هنا الكمية اللي انت استثمرتها في الخانة دي. طريقة السحب بضغط على كلمة ويزدرو من هنا او من فوق هنا وببتدي اسحب على المحفظة اللي انا استثمرت بيها. الحد الادنى للاستثمار في الموقع ده الحد الادنى للسحب هو 3 دولار، يكون في رصيد في البالانس بيبقى هنا موجود في المحفظة اللي انا استثمرت بيها. هنا بكتب الكمية اللي موجودة مثلا وليكن 50 دولار وبضغط على كلمة ويزدرو، بيتم السحب على المحفظة بتاعتي. موقع سهل جدا وبسيط نبدأ نستفاد منه. طبعا ده اثبات الايداع في الموقع، واحد اودع في الموقع اهو 499.32 دولار من عملة الاثيريوم. موقع ديكسو من المواقع المهمة والقوية جدا للاستثمار. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.